السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد لي وقتكم يا رب أصدقائي، إن شاء الله دائما بتكونوا بخير. اليوم أصدقائي إن شاء الله رح أقدم لكم فيديو جديد بناء على طلبكم. طبعا في ناس كتير تواصلت معي على الفيسبوك أو عم تتصلين بفرنسا أو تواصلتوا معي عن طريق الإيميل وطلبتوا مني إنه ليش ما بعمل فيديو عن الكرت الفيتال وتجديد ورقة الصحة أو كيف مثلا بنقدم طلب مشان نروح على السيكيورتي سوسيال إلى آخره. فانا جبت لكم هذا الفيديو بناء على طلبكم مشان انتم اصدقائي تستفادوا وتفيدوا الناس ان انتم تشاركوا الفيديو اللي انا نزلت لكم اياه مع الكل حتى اكبر عدد ممكن الناس انه تستفاد. وهلا بسم الله واتكلنا على الله. قبل كل شيء اصدقائي رح انزل لكم الرابط هذا الموقع بصندوق الوصف اسفل الفيديو، فاذا كنتوا عم تشوفوا الفيديو عن طريق منتدى السوريين بفرنسا او عن طريق اي منتدى من المنتديات اللي انتم عم تاخذوا من الفيديو وتنزلوه عليها، فضروري جدا انه تدخلوا على اليوتيوب لحتى تقدروا تاخذوا هذا الموقع، رابط هذا الموقع من صندوق الوصف، لان صندوق الوصف ما بيبين معكم لما تكونوا داخلين عن طريق الفيسبوك. هاي اول خطوه. الخطوه الثانيه اصدقائي نحن بدنا نتاكد نحن بانه منطقه موجودين. هلا انا مثلا موجود بساخت بمدينه تدعى لومو. نحن بنضغط على هاي على تغيير وبنحط الرمز البريدي، انتم بتحطوا بقى انه بانه مقاطعه وانه مدينه او انه ولاية تابعين، بتحطوا على الرمز البريد تبعكم وبنضغط على هي وبنعمل على تأكيد. وهيك أصدقائي بنكون خلصنا من الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أصدقائي هو إن إحنا لازم نعمل حساب، ننشئ حساب على سيكريتو سوسيال على هذا الموقع اللي هو amli.fr لحتى نقدر إنه ندخل ونطلب كرت الفيتال أو نطلب موعد أو نغير شي ورقة أو ننزل شي ورقة إلى آخره. لحتى نوصل لهالمرحلة لازم نحن ننشئ حساب. إنشاء الحساب تغير من طريقته قبل كورونا وصار له طريقة جديدة بعد كورونا. إنشاء الحساب بتم عن طريق شغلتين، يا أما نتصل على رقم رباعي، رح فرجيكم يا الرقم الرباعي ورح سجلكم يا بالصندوق الوصف أسفل الفيديو، بتتصلوا عليه بتطلع لكم الموظفة بيقول نحن حابين نعمل حساب على موقع له علاقة بالسيكريت السوسيال مشان نصير نقدر نسحب أو نطلب مواعيد عن طريق الإنترنت، وهي بدورة بتعطيكم 4 شفرات رقم أو بتبعت لكم إياه، غالبا بتبعت لكم إياه عن طريق البريد، يعني بتستلموه عن طريق البريد تبع المنزل، فيه 4 أرقام 4 شفرات. بس بتفوتوا على هذا الموقع وبتحطوا رقم السكريت السوسيال وبتحطوا الشفرة الـ4 أرقام اللي أعطتكم إياها، وبس تفوتوا بتحطوا كلمة سر جديدة، يعني مثل موضوع الكاف في البولون في الواء إلى آخره. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي هشرحها هلا مباشرة، بتدخلوا على ثالث وحدة، وبدي إياكم تركزوا كتير أصدقائي لأنه شغلة مهمة. بنفوت على ثالث وحدة طبعا بعد ما حطينا نحن المنطقة والمدينة اللي نحن عايشين فيها، وبننزل لتحت بنضغط على هي، بعدين بنضغط على أول وحدة نحن بدنا نعمل حساب، وهلا أصدقائي بنضغط على هي دخلنا على صفحة تانية. في نقطة كتير مهمة، فينكم تعبوا هاي البيانات، بتحطوا الكنية، رقم السكرت السوسيال، تاريخ الولادة امتى خلقانين، وكمان بتحطوا الكود بوستال بأنه مدينة انتم موجودين، بتعملوا على استمرار وبعدين بتكملوا الى اخره، بتقوم تحصلوا على موقع وبصير اموركم تمام. وفي كمان اسلوب تاني انه بتضغط على هاي. هلا اللي عنده مثلا حساب على اللابوست بتحطوا رقم حسابكم على اللابوست وبتحطوا كلمة السر وبتدخلوا بيمشي الحال. او مثلا اذا عندكم بتفوتوا على تبع مصلحة الضرائب، مثلا بتفوتوا على موقع الضرائب تبع الحكومة ومفعلين حسابكم على الانترنت على موقع الضرائب تبع الحكومة، كل ما هنالك انه بس تحطوا رقم الفيسكال وبتعملوا على استمرار، وكمان بيمشي الحال بوصلكم على حساب على السكيورتي سوسيال، وفي عندكم تبع الام اس او الى اخره. يعني في عندكم طريقتين، بهي الطريقة عن طريق هي الطريقة وعن طريق التعبئة العادية. هلا التعبئة العادية يمكن ما يمشي الحال لسبب صغير، انه انتم يمكن ما تكونوا بعتين الريب اللي هو الكشف الحساب البنكي، ما تكون بعتينه مسبقا على السكريتي سوسيال لحتى تقدروا تشتغلوا بالطريقة الأولى. فإذا ما زبطت معكم هي الطريقة وهي الطريقة، بنلجأ للاتصال عن طريق التليفون. الاتصال عن طريق التليفون أصدقائي مثل ما انكم شايفين بتتصلوا على الرقم 36 46، وهون حاطيكم الأوقات مثلا من اليوم الاثنين للجمعة من الساعة 8:30 الصبح للساعة 5:30، طبعا ما في استراحة بين 12 و2، فيكم تتصلوا ايمت ما بدكم بهذا الوقت. بتتصلوا على رقم 36 46 أصدقائي، ومثل ما قلت لكم بتحكوا مع السكرتيرة أو مع الموظفة إلى آخره، وبتطلبوا منها إنه أنتم بدكم تدخلوا على حسابكم على
الانترنت، وهون هي طبعا بتتاكد انه انت صاحب الهويه الشخص اللي عم تطلب بياناته، فبتطلب منكم مثلا الرقم الشفره الموجوده على كرت الفيتال، او بتطلب منكم مثلا الشفره الموجوده على كرت السجور تبعكم الاقامه، ممكن تطلب اي شيء، اي وثيقه تثبت انه انتم صاحبين العلاقه. انا افضل بصراحه اصدقائي الطريقه الثانيه اللي هي انكم تتصلوا على طريق التليفون، يعني انا بفضلها كثير عن الطريقه العاديه اللي ورجيتكم اياها من شوي. هلا فرضا انه انتم دخلتوا وحكيتوا وبعثت لكم ودخلتوا الى اخره، واموركم صارت كلها تمام، وصار معكم الرقم الرباعي ودخلتوا اول مره وغيرتوا الرقم وحطيتوا كلمه سر، وبعد ما امنا اصدقائي على الرقم الرباعي وحطينا رقم رباعي ودخلنا وغيرنا وحطينا كلمه سر، يعني صار فينا ندخل بكلمه السر طبعا اللي نحن حطيناها، ونحن فعلنا حسابنا حساب الانترنت تبعنا على الموقع، بكل بساطه بنضغط على هي اصدقائي اول وحده، وهون اصدقائي بنحط رقم السكيورتي سوسيال وبنحط كلمة السر اللي احنا حطيناها وبنضغط على هاي اصدقائي، وهيك بنكون دخلنا على حسابنا الشخصي على موقع املي. هلا هون اصدقائي رح نتعلم مع بعض وحدة وحدة. اول شيء اصدقائي بنفوت على هاي مي ديمارش، وبعدين اصدقائي لطلب كرت الفيتال بنضغط على اول وحدة، وبعدين بنكمل الى اخره. بس نكمل بموضوع كرت الفيتال، لانه كمالة المرحلة مراحل كتير سهلة. بالنسبة لكرت الفيتال بعد تقريبا شي 7 أو 10 أيام بالكتير بيجيكم ورقة على البريد، انتو بس بتوقعوا عليها باللون الأسود أصدقائي حصرا وليس بالأزرق، باللون الأسود حصرا، وكمان بتحطوا عليها تاريخ اليوم اللي انتو وقعتوا فيه، امتى وقعتوا، بتحطوا التاريخ يعني تاريخ اليوم، وكمان أصدقائي بترجعوها عن طريق العنوان اللي هو حاطلكم اياه موجود، هو نفسه على ورقة كرت الفيتال، طلب كرت الفيتال حاطلكم عنوان بترجعوا عليه عن طريق البريد عن طريق اللابوست. وكمان أصدقائي لا تنسوا الصورة، بكون محطوط مكان بتحطوا عليها بتلزقوا صورة شخصية. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية اللي هي هي اللي هي إنك أنتوا تطلبوا الكرت التأمين الصحي الأوروبي اللي هو اسمه CEAM. أصدقائي هذا كتير مهم في حال إذا أنتوا بكون تطلعوا خارج فرنسا وصار معكم شيء، مثلا أنا رحت على ألمانيا زيارة لعند القرايبين، وأنا فجأة مرضت، أنا عملت حادث، أنا صار معي وعكة صحية، رحت على المشفى، هذا الكرت أصدقائي هو مثل كرت الفيتال تأمين صحي خارج فرنسا بأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي أو الدول اللي هي لها علاقة موقع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. هلا فرضا أنا ضيعت كرت الفيتال أو انسرق مني، بضغط على ثالث وحدة إنه أنا ضيعت كرت الفيتال أو انسرق مني. وهلا أصدقائي هون في شغلة كتير مهمة، في حال أنتو كان عندكم تأمين صحي بس مو شامل، بدكم تعملوا تطلبوا التأمين الصحي الشامل اللي هو سي ام يو سي، لحتى تطلبوا السي هي اخر وحدة اللي هي كوبليمونتير سانتي سوليدير، لازم اصدقائي ضروري انه انتم تعملوا طلب لها، فبتضغطوا على هي اصدقائي وبتتابعوا وبتكملوا، بيطلبوا منكم بعض المعلومات الخاصة، شغلة يعني شغلات روتينية بيطلبوا منكم، وان شاء الله بيمشي الحال بتجددوا فيها عن طريق هي بتجددوا فيها الاسورانس مالادي اللي بتيجي كل سنة، التأمين الصحي اللي كل سنة لازم تجددوه، طبعا لازم تجددوه قبل بشهرين، إذا ما قدرتوا تجددوها قبل بشهرين من تاريخ انتهاء الصلاحية بصير لازم تاخذوا موعد حتى تقدروا تجددوا السي ام بي سي. طبعا رح فرجيكم شلون تاخذوا موعد بكل بساطة، يعني الشغلة كتير كتير سهلة ما بدها شيء. وهون أصدقائي في الشغلة ممكن تفيد البعض، إذا واحد مثلا عنده شخص بالبيت عنده إعاقة ما بيقدر يطلعه مثلا بالباصات أو الترامات أو بالقطارات، ومضطر إنه يطلعه بتاكسي خاصة بسيارة خصوصي وهو ما عنده سيارة، فأنت بتحتفظ بالفاتورة تبع التاكسي، وطبعا بده يكون محدد بالفاتورة إنه أنت رحت على المشفى، يعني أنت طلعت بالتاكسي من بيتك ورحت فيها على المشفى مشان تعالج ابنك اللي هو ما بيقدر يطلع بالباص أو السرفيس العادي، فأنتوا بتضغطوا على هي أصدقائي وبتعبوا بيانات الفاتورة إلى آخره، وبيعطوكم خلال ممكن أسبوع كأقصى مدة هيك بتذكر، بيبعتوا لكم المصاري اللي انتم دفعتوها للتاكسي. وهي اصدقائي عملوا لنا في حال انه انتم بدكم تحطوا اولادكم بكرت الفيتال تبعكم، مثلا عن طريق هي بتنزلوا اولادكم عنكم بكرت الفيتال. وهلا بنروح على اخر وحده اصدقائي، هي كيف بدنا ناخذ موعد، ناخذ موعد اصدقائي من هون، بنضغط على هي وبتحط السبب ليش بدك الموعد، فمثلا انا بدي موعد، بتشوفوا انا وحده انتم كل واحد بقى ليش بده ياخذ الموعد، انا مثلا بدي الموعد لانه بدي جدد ورقه الصحه، فبحط على هي مثلا بضغط هيك وبعمل على التالي، وبيحددوا لي بيعطوني اجنده وبيحددوا لي فيها انه انا بالضبط يعني امتى فاضي وامتى بدي اروح على الموعد. في حال اصدقائي انه ما لقيت الموتيف، يعني انا ما لقيت السبب المقنع اللي انا بدي اخذ فيه الموعد، مثلا بدي اخذ موعد بس مو موجود بين هدول السبب،
بدي اخذ موعد لسبب ما بس مو موجود بين هدول الاسباب. ساعتها اصدقائي بدي اتواصل معهم عن طريق الايميل، او بدي اتصل فيهم على الرقم الرباعي. لحتى اتواصل معهم عن طريق الايميل اصدقائي بنرجع لهون، بس بنروح على اليسار في اول وحدة، شايفين كيف؟ انه انا بدي اكتب رسالة، بضغط عليها اصدقائي وبختار الموضوع اللي انا بدي اياه. لشو انا بدي الموعد؟ بختار الموضوع وعلى هالاساس بضغط على الشغله اللي انا بدي اياها، على السبب اللي انا بدي اياه، وبعبي بياناتي الشخصيه وبعطيهم ايميلي. وبعدين ببلش بقى هون بكتب رساله انا بدي اياها، وبكون تحاولوا تختصروا، وهيك بكون مشي الحال وانبعتت الرساله، وهيك بكون اموري كلها تمام. او بدكم تتصلوا اصدقائي على الرقم الرباعي كمان بيمشي الحال، وتاخذوا الموعد عن طريق الرقم. وهيك اصدقائي بنكون وصلت لنهايه الفيديو. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا انه تحطوا اعجاب اذا عجبكم الفيديو، وكتروا اللايكات الاعجابات لانه كتير كتير مهمه، لانه كل ما كترتوا الاعجابات بتزيد فرصه انه انا الفيديو تبعي يشوفونه عدد اكبر من الناس. وديروا بالكم على حالكم، وانطروني فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.